شوفي، صاير معك شي؟ ولا شي أمي. احكي، أنا حاسة إنه في شي تعبك، ما هيك ابني؟ عن جد ما في شي بنوب. يعني إذا قصدك إنه مبين علي تعبان فمعك حق، أنا مرهق شوي. لا مو قصدي هيك، أكيد أنا أمك يا سامح، ما تقلي، واضح في شي مضايقك. أمي شبك؟ عم قلك ما في شي، هالسؤال شو له لزوم؟ أنت شو قصتك؟ شو هالمبالغة؟ طيب خلص ماشي. يا أمي عن جد ما في شي بنوب، صدقيني ما في شي أبدا. إذا صاير أي شي معي رح تكوني أول حدا بيعرف، اطمني. طيب ماشي، كمل أكلك. طيب أنت طالع سامح بيك؟ إيه، وابي خبريها لأمي أني طلعت بكير. وإذا فاقت وما لقيتك بالبيت، تعرف إنه هي بتخاف إذا ما كنت موجود. بقيلي وأكيد بيجي فورا، أوكي؟ ماشي سامح. أنا برا، تطلعي نغير جو؟ فكري شكله رح يقبل بالطلاق. ممتاز، إذا هالغبي قبل طلقك معناتها أمورنا بالمحكمة سهلة. رح يقبل لأني مصممة على الطلاق. دخيل المصمم أنا. أنا ما قدرت أقعد بالبيت بدونك، عن جد ما قدرت. شو نمشي؟ أي يلا. شو رأيك نقعد هنيك؟ بصراحة أنا قبل ما أشوفك موضوع العشق والغرام ما كان يقنعني، يمكن لأني ما عاشت هيك حالة من قبل. ولا مرة تعلقت بحدا ولا اشتقت لشوف حدا مثلك. كنت كل ما أشوف اثنين عشاء أتمسخر عليهم وأقول هدول مجانين، بس بصراحة أنا هلأ حسيت فيهم وفهمت شو معنى العشق والحب. بدر بدي قلك لميس، أنا بحبك بجنون، عن جد أنا مجنون فيكي. طبعا مانك مجبورة تقولي أي شيء، أنا بس حبيت تعرفي قديش بحبك، مو أكثر. تمام. ما عاد يهموكي أهل الحارة هلا. أي مشكلة.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.